الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايبي متابعين حوا، عاملين ايه؟ النهارده كده ان شاء الله هنعمل تاني حاجه مع بعض باذن الله. احنا عملنا البسكوت، هنعمل دلوقتي الغريبه. ماشي، زي ما انتم شايفين كده انا كنت معايره كيلو نص كيلو دوت اهو، وكنت حطاه في التلاجة. زي ما انتم شايفين انا بقطعه كده وبطلعه عشان نضربه. ده نص كيلو من الزبدة، بس الزبدة انا مسيحاها ماشي، لان طبعا تعرفين ان الغريبة ما ينفعش تتعمل بايه، بالزبدة كده هو تخين، لازم الزبدة تسيحيها، يعني تتعمل بسمنة بلدي ماشي، سمنة عادية اللي يريح. خلاص كده هو زي ما انتم شايفين انا فضيت النص كيلو بتاعي كله، لازم تكون بالشكل دوت معاك، تكون جامدة ماشي، عشان طبعا خاصة احنا كمان الجو حر، فلو هي اطرى من كده هتسيح معاك ومش هتديك النتيجة المظبوطة. يبقى دوت نص كيلو من السمنة او الزبدة، السمنة البلدي هنسمي الله كده، وهنبدأ نشتغل فيها وهنضرب. بسم الله الرحمن الرحيم، هنقول المقادير كلها وكل حاجة واحنا شغالين مع بعض واحدة واحدة بإذن الله. بسم الله. خلاص كده بصوا انا فكيتها شويه من الجمديه بتاعتها اللي كانت فيها من التلاجة. معايا دلوقتي هبدا احط ايه، احنا قلنا نص من ايه، من السمنه، يبقى ربع من السكر. السكر البودره دوت ربع كيلو سكر بودره، انا نخلاه 3 مرات ماشي، لازم تنخليه كويس جدا، ويستحسن انك انت تكوني جايباه جاهز من بره، لان انت مهما طحنتيه في البيت مش هيديكي نفس النتيجه الناعمه دي. بصوا زي الدقيق بالظبط اللي انت بتجيبيها من بره. هبدا انزل كده وهبدا اشتغل. طبعا تحاولي تحركي المضرب بس كده الاول عشان ما يعفرش معاك الدنيا. بسم الله. هنزل بباقي كده، هنزل ببقيه السكر بتاعي ماشي، الربع كيلو زي ما اتفقنا، ربع كيلو من السكر البودره، نص كيلو من الزبده السمنه السايحه، يعني الزبده اللي احنا مسيحينها. خلاص السمنه البلد، لان الغريبه ما بتتعملش زي ما قلنا بزبده. هفضل اضرب بقى في الخليط بتاعي دوت من السكر والزبده والسمنه لغايه لما تسيح تدوب معايا خالص، وتبقى معايا فوم كده وكريمي خالص. خلاص هكمل انا بقى الضرب وهرجع اوريكم الشكل النهائي ليها. بصوا انا فضلت كده ضربت فيها لغايه ما بصوا بقيت معايا كريمي بالشكل ده، شايفين اهو، شايفين شايفين السمنه بتاعتنا والسكر بقوا كريمي خالص كده، وكمان اللون بتاعها افتح بالدرجه دي. هضيف دلوقتي ايه، هضيف ورقتين من الفانيليا تديني طعم وريحه حلوه كده للغريبه بتاعتي. ادي واحد ادي اتنين، وكمان هحط حاجه تاني تديني قوام كويس برضو، تديني تطعيمه حلوه تاني للغريبه بتاعتي، اللي هو ايه، طبعا دايما انا بحب احطها في سواء في المعجنات او في الكيكات او اي حاجه، احط معلقه او معلقتين من اللبن البودر ماشي، ليه هيديني كده هو الطعم ودسامه للغريبه بتاعتي ويخليها غنيه كمان، كانتي ايه ضفت لها لبن. يبقى كده معلقتين من الحليب البودر او اللبن البودر، وهديها ضربه تانية كده اهو. بسم الله. خلاص كده هبدا دلوقتي نضيف، شايفين شايفين ما شاء الله، شايفين شكلها عامل ازاي. هبدا دلوقتي ايه اضيف الدقيق بتاعي، انا معايا كيلو اهو، معايا كيلو من الدقيق ماشي، انا نخلاه برضو، ممكن ما تاخدش معانا الكيلو كله تبع نوع الدقيق ماشي، فهنشوف هتاخد معانا قد ايه وهوريكم اللي هيتبقى من الكيلو، لان انا حاطه نص. هي كده معروفه الغريبه 3 2 1، 3 اللي هو انا حطيتها تبداي بكيلو الدقيق، بعد كده 2 يجي من بعدها السمنه يبقى نص الدقيق، احنا حطينا سمنه، السكر ربع يبقى ربع سمنه يبقى ربع سكر، يبقى كيلو دقيق نص سمنه ربع سكر، ورقتين فانيليا معلقتين لبن بودر. هبدا انزل كده بسم الله الرحمن الرحيم بالدقيق بتاعي كده واحده واحده ماشي، وهدي ايه برضو الف لف خفيف كده اهو. بسم الله، برضو قلبي بس كده بالراحه عشان احنا ايه مش عايزينها تهبط مننا. بسم الله. بصوا كده انا تقريبا خلصت الغريبه بتاعتي دوت اللي باقي معايا من كيلو الدقيق ماشي، يعني متهيألي ما يجيش حتى ربع كيلو، يعني هي اخدت ازيد من كيلو الا ربع، يعني ممكن دول يعني بتاع حوالي 100 جرام او 150 جرام ماشي، يعني خدت حوالي 850 جرام من الدقيق. بصوا بقى انا هنا معايا
حاطه اخر حبه دقيق اهمت. هوريكم بقى بتلميها ازاي بالايد، لان طبعا هي تقلت كده على المضرب، احنا مش بنعجنها. بصي هتجيبي كده من فوق لتحت وايدك كده براحه ايدك تلميها، خلاص اهو تجيبي كده كده هي الغريبه لم كده يا جماعه، مش عجن اي حاجه، نواعم زي كده اهو، ما بيبقاش عجن بسكوت غريبه اهو، وهي بتبقى مفتوله بالشكل دوت معاكي. وانا دلوقتي هوريكي الدرجه اللي تعرفي بيها. بصي انا باخد ازاي كده اهو لغايه لما بصوا الطبق بتاعي نضف خالص اهو، هي كده بقت ايه كويسه معايا خالص العجينه، مش محتاجه حاجه، هي لازم تبقى في ايدك كده ملزقه. بس بصي لما هناخد حته كده وهنكورها، بصي اهو دي الدرجه اللي انت هتعرفي بيها الغريبه بتاعتك خلاص الدقيق بتاعك مناسب ولا عايزه منك تاني. هتعملي الحركه دي، وبصي هتعملي ايه، هتدوسي بصابعك كده، انت كورتيها وهتدوسي كده اهو بصابعك. طبعا هي دي عشان انا ايدي لسه ايه فيها العجين، ما شققتش معاكي من الجوانب بالشكل دوت وتضغطي عليها كده، يبقى كده العجينه بتاعتك مظبوطه. لقيتيها شققت كده من هنا وشرخت معاكي وانت بتعمليها وانت بتدوسي فيها الدوسه ديت، يبقى محتاجه منك ايه، يبقى نشفت منك من الدقيق. بصوا اهو، بصوا انا بضغط عليها، شايفين الجوانب بتاعتي اهي ما شرختش خالص، والغريبه العجينه بتاعتي مظبوطه تمام 100 100. لو لقيتيها بقى شققت منك هتعملي ايه، هتحطي حبه سمنه خلاص. عشان كده بقول لك انت ما تحطيش الدقيق كله مره واحده، واعملي الاختبار دوت عشان الغريبه بتاعتك ان شاء الله تطلع معاكي مظبوطه و100 100 باذن الله. هنسيبها بس ايه، طبعا هي ما بتتسابش يعني، بس هشيل من ايدي كده وهجهز الصواني وهنسيبها تريح 10 دقائق بس مش اكتر، وهنرجع ان شاء الله نقطعها ونشوف التشكيل بتاع الغريبه بتاعتك. بصوا كده دلوقتي هنبدا نكور الغريبه بتاعتنا، بس الاول انا جهزت الصواني بتاعتي. بصوا معانا هنا الحاجات اللي احنا هنزين بيها، طبعا زي ما يريحك اللي موجود عندك، برضو انا ما بفرضش عليكي اي حاجه، بس انا بديكي افكار. معايا فول سوداني، معايا بندق، معايا دوت اللي هو اللولي بتاع الغريبه الصغير دوت اهو، شايفين ماشي، برضو بتجيبيه من عند اي عطار. معايا كريز برضو، لو عندك كريز الوان تاني مفيش مشاكل، اللي متواجد عندي الاحمر. طبعا مش هنحط الواحده صحيحه، هنقطعها اتنين او ثلاثه على عشان حجم الغريبه طبعا بيبقى صغير شويه. بس كده هنشيل بقى الحاجات ديت. هنأول انا حبيت اوريهم لكم، اول حاجه هنكور الغريبه الاول كلها مره واحده، وبعدين هنبدا نزين قبل ما ندخلها الفرن. بصوا بقى هنبدا ايه، شايفين انا قطعت الغريبه، لازم تكون معاكي كلها، تحاولي تظبطي ايدك بالمقاس دوت كده زي ما انت شايفه. هي الغريبه معروفه طبعا ان هي ما بتبقاش واخده اكتر من الحجم دوت، غير الكحكه برضو، الكحكه بتبقى اكبر شويه من الغريبه خلاص، وانت براحتك لو عايزه تعملي حجم كبير عن كده شويه مفيش مشاكل. هنبدا بقى زي ما انت عايزه التزيين اللي انت ايه اللي انت عايزاه، ماشي، التزيين ده متروك ليكي انت بس، يعني اهو انا بديكي فكرة وكلنا بايه بنتعلم مع بعض. طبعا انا اختبرت الغريبة بتاعتي ماشي، فالحمد لله هي مظبوطة ما بتفرش ولا اي حاجة، فانا هديها ايه التبطيطة ديت، لان انا لو الغريبة مثلا بتفرش منك او كده وقطعتيها، يبقى هتعملي ايه، هتسيبيها بالشكل دوت. كل اللي انت هتعمليه هتحطي كده، بصي هتحطي كده اهو ماشي كده وكده وخلاص. ليه؟ لان هي هتدخل الفرن هتفرش معاكي سنه، هتسيح يعني. لكن هنا الحمد لله اختبرت الغريبه بتاعتي لقيتها مظبوطه 100 100 مش محتاجه ماشي، فانا بديها اللي هي ايه التبطيطه الصغيره بس دي كده عشان تطلع مظبوطه معايا ان شاء الله 100 100 خلاص. انا عملت دول معاكم بس كده، هعمل معاكي كمان كام واحده بقيه التزيين بتاعنا. كريس كده اهو برضو تخططيها كده ماشي، تضغطي على الحشوة بتاعتك او التزيين اللي انت بتحطيه اهو بالشكل ده عشان ايه يدخل معاكي في العجينة بالشكل دوت كده. مثلا هنعمل حشوة تاني كده بالبندق، تكسريها نصين بقى، تكسريها اي ايه زي ما تيجي معاكي ماشي. البندق ايه اهو بالشكل دوت، شايفين الحمد لله الغريبه بتاعتي مظبوطه 100 100 تمام، لا بتشقق مني. بصي بخبط عليها يعني ببططها كده اهو، وبحط فيها في وسطها التزيين بتاعها، بصوا شايفين مفيش اي تشققات والحمد لله خلاص بالشكل ده.
هكمل انا بقى ايه، لان طبعا الحاجه دي معروف ان هي بتاخد وقت، مش هنقدر ناخدها كلها في الفيديو، فهكمل تزيين الغريبه بتاعتي وتقطيع بقيه الصواني، وهنشوفها مع بعض تستوي ازاي وطريقه السوا بتاعتها وايه اللي يخليها مظبوطه معاكي في السوا ما تطلعش ناشفه منك. وبكده نكون خلصنا مع بعض الغريبه بتاعتنا. زي ما انتم شايفين الكيلو بتاعنا قطع الكميه ديت. طبعا انا ما رضيتش افضي الصواني بتاعتي كلها، اهو لسه زي ما انتم شايفين معايا تاني في الصواني، ماشي اهو. ليه؟ يعني عشان قلت ما تقلش على بعضها، ودي حاجه ناعمه مش مستحمله، فما فيش داعي ان انا احط كله لازم يعني. فانا حبيت اوريكم بس كده، هو الشكل النهائي بتاع الغريبه بتاعتنا. وزي ما قلت لكم التسويه بتاعتها بتكون على درجه حراره 150 على الرف الوسطاني. الغريبه ما بتستويش، ما تعليش الفرن يعني، ما تديهاش نار عاليه علشان ما تاخدش وش منك وتحمر، وطبعا هتنشف بالتاكيد يعني. ده من اساسيات الغريبه الناعمه، اول حاجه اللي هي التسويه. خلاص بصي كمان التسوية بتاعتها شايفة ازاي اهو، يعني يا دوب بتاخد. انا بحب اديها لون خفيف خالص بالشكل دوت، كلها واخدة معايا اهو نفس اللون، شايفين دوت سر الغريبة ان هي تبقى ايه، ناعمة ودايبة كده معاكي وجميلة. بصوا 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 ما شاء الله، شايفين الغريبة عاملة ازاي؟ بصي بصي دايبة اهي، شايفين بصوا عاملة ازاي في ايدي، دايبة جدا وناعمة جدا جدا الغريبة بتاعتنا ما شاء الله. بصي بصي الله اكبر ما شاء الله. اتبعي بقى الطريقه بتاعتي كده والخطوات وامشي عليها واحده واحده، وانت هتعملي احلى غريبه ناعمه للعيد. كل سنه وانتم طيبين. اتمنى ان الوصفه تعجبكم وطريقتي تعجبكم وتجربوها. كل سنه وانتم طيبين ويعود عليكم الايام بخير. ما تنسوناش في اللايك والشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من المشاهدين، وكمان حبايبنا اللي بيتفرجوا علينا لاول مره، فضلا وليس امرا اشتراك القناه وزر تفعيل الجرس كلمة الكل عشان يوصلكم كل إشعار جديد. أسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.